مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من برنامجنا خليك معانا. احنا النهارده بنودع سنه وبنستقبل سنه جديده، وربنا يجعل 2021 سنه خير علينا جميعا يا رب العالمين. احنا النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم جدا بيهم الرجال والسيدات، لكن السيدات اكتر. شفت الدهون وزياده الوزن للمراه. طبعا احنا عارفين ان اي سيده المفروض جسمها هو اللي يتحملها، يعني بيبقى صعب قوي على اي سيده ان هي اللي بتتحمل جسمها سواء صحيا او نفسيا، لان احنا كسيدات بنحب نوصل للشكل اللي احنا عايزينه ويكون مرضي لينا جميعا. طب هل عمليات شفط الدهون وصلت لنتيجه مرضيه للرجال والسيدات؟ ده احنا هنعرفه مع جراح المشاهير اللي منورنا النهارده، خبير التجميل الدولي دكتور علاء ادريس، استشاري جراحه التجميل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا دكتور علاء. طبعا في بدايه حلقتنا النهارده ما ينفعش ما اتطرقش لكورونا. كورونا الجائحه الثانيه من كورونا عامله لنا ازمه. عامله ازمه لكل البيوت المصريه، الوباء العالمي، حتى كمان النهارده تم تاجيل الامتحانات. فكل اولياء الامور وكل الامهات خايفه. ايه الجديد عند حضرتك، وخصوصا بعد ما توصلنا لمصل ولقاح هيقينا من ده؟ ايه الجديد عند حضرتك بما ان حضرتك عندك دايما كل جديد يا دكتور؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه، ويا ربي تكون سنه سعيده علينا 21. بالنسبه قبل ما نبدا عن جراحه التجميل، طبعا ما فيش موضوع دلوقتي شاغل العالم كله غير كورونا فعلا، وما فيش طبيب المفروض ما يكونش عنده معلومه بالنسبه للكورونا والتعامل معها. كورونا كفيروس بيصيب الانسان ازداد شراسته في البرد اللي يمدي عندنا في مصر هنا، او في الوطن اللي هو الجو الرطوبه بدا يرتفع. لو احنا بدانا نتعامل مع كورونا على انها نزله برد، احنا هنقدر نقضي على كورونا. فكره كورونا وحتى اللقاح اللي هينزل السوق او غيره وان الفيروس يتحور تاني، ده وارد. لكن احنا عندنا حاجه مهمه جدا لازم الكل يعرفها، ان عندك جهاز مناعه ربنا ادالك حراسه عليك اسمه جهاز المناعه، ده الحارس الامين ليك، اللي هو حتى اللقاح اللي جاي لك بندي صوره منه لجهاز المناعه، وجهاز المناعه يصور اجسام مضاده عشان يحارب كورونا. فانا ما فيش حرب على كورونا غير بجهاز المناعه في اللقاحات المستخدمه. فكره ان احنا بقى كنا الاول بنتعامل مع نزله البرد على ان دي نزله برد مش كورونا، نفاجئ بان المستشفيات اصبحت دلوقتي، يعني انا بسيب المريض وبقول له انت عندك نزله برد ما عندكش كورونا، وبسيب المريض لما فجاه الاقيه قدامي في المستشفى. والمستشفيات اصبحت دلوقتي امراض الصدر زادت، او مستشفيات الصدر زادت النسبه فيها، والحميات زادت جدا. ليه؟ لانه المريض ما بيتعاملش معاها من البدايه على ان دي نزله برد هي كورونا. واحنا لو جينا نحسبها بحسبه بسيطه جدا، لو انا عندي بيت، البيت ده له حارس، وعندي الجهاز التنفسي بتاعي له حارس، جهاز الانذار في الجهاز التنفسي هو الحلق، ده جهاز الانذار الوحيد للجهاز التنفسي هو الحلق. لما يجيني مريض ويقول لي انا عندي احتقان وعندي رشح وعندي سخونيه، ما اقولوش لا انت نزله برد وروح. ابدا اتعامل مع نزله البرد بقوه شرسه جدا، ان انا ازود المناعه بتاعته، ان انا اتعامل مع الاعراض اللي بيعاني منها، سواء كان رشح، سواء كان احتقان، سواء كان ارتفاع في درجات الحراره، وابدا ارفع له المناعه بتاعته، وابدا اخد له عمليه التحاليل اللازمه، لكن ما اسيبوش واقول له لا روح انت نزله برد. وفجاه بعد ثلاث اربع ايام ابو نزله برد ده جاي لي بيتحجز في المستشفى بضيق تنفس على انه كورونا. دي فكره التعامل مع كورونا عموما عشان نتعامل معها جد. احنا في الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا نسبه الرطوبه عاليه، احنا حاليا في الشتاء نسبه الرطوبه عاليه، الناس بتشغل التكييف وتقعد وتطلع تاخد برد ونزله برد. ثلاث ايام الاقي ابو نزله برد جاي لي بكورونا. الفكره كلها احنا في الشتاء ده بنقلل ان انا اقعد في مكان دافي مغلق عشان ما اخدش نزله برد. لازم لازم نفتح الشبابيك، لازم تكون في تهويه جيده وما تعرضش الناس في الريف اللي بتولع الشاليه وتقعد جنبها وبعدين يطلع من المضيفه بتاعته ياخد نزله برد وبعدين كورونا. الكلام ده غلط جدا، مفيش داعي ان انا اقعد في مكان مغلق دافئ وبعدين اطلع في مكان برد. حتى غرفة النوم بتاعتي المفروض يكون فيها مية، لو هطلع منها اشرب مية، ما اطلعش اتعرض لتيار هواء بارد مفاجئ مرة واحدة ده هيجيب لي نزلة برد.
ما طبعا ما احنا عندنا معلومه مغلوطه برضو هنا يعني ناس تقول لك لا شتا لا انا اقفل كله اقفل يعني كله اقفل كله اول ما بتعرض لتيار هواء كده اولادك اول ما بتعرض هيتصابوا بالفيروس اول ما بتعرض لتيار هواء بيجيني نزله برد. نزله البرد ديت ممكن تقعد ما شفتيش واحد جات له نزله برد او جات له كورونا لما قال لك انا عانيت من نزله برد من 3 الى 5 ايام اللي هي فتره الحضانه للميكروب نفسه. فتره الحضانه الميكروب بيقعد في الحلق هنا. الفكرة كلها جهاز المناعة بتاعي ده يا إما يقاوم الميكروب يا إما الميكروب يقضي عليه ويبدأ ينزل لي على الرئة تحت. فكرة التعامل مع نزلة البرد على إنها كورونا من البداية بعلاج بسيط جدا اللي هو علاج نزلات البرد اللي هي عملية الدعم للشخص نفسه، دعم لجهاز المناعة، تقوية جهاز المناعة بالتغذية. مفيش داعي لأنه أكتر حاجة تضعف جهاز المناعة الاكتئاب. دي أكتر حاجة بتضعف جهاز المناعة، الاكتئاب والقنوط اللي هو الواحد مش راضي عن نفسه مش راضي عن حياته الاسترس اللي بيتحط فيه ده فده بالضرب لجهاز المناعة. جهاز المناعة هو الحارس الأمين اللي هيحمينا من كورونا. حتى الفاكسين اللقاح اللي نازل هو دوره كله انه هيتاخد لجهاز المناعة وجهاز المناعة يصنع منه أجسام مضادة. مش الفاكسين ده هيقضي لي ده الفاكسين بيعتمد على جهاز المناعة بتاعي. فأرجو من الناس انها تتعامل مع التغذية كويس، تتعامل مع جهاز المناعة كويس جدا، تتعامل مع نزلة البرد من البداية كويس جدا، ما تهملش نزلة البرد لما لقيه في المستشفى بضيق تنفس. دي بالنسبة لكورونا. ويكون في حالة نفسية برضو جيدة. طبعا. يعني يكون في حالة نفسية جيدة بحيث ان ده بيقوي جهاز المناعة بتاعتنا وبنقدر طبعا نقاوم طبعا الفيروس. طبعا هو جهاز المناعة هو الأساس. تقولي لي ناخد علاج ايه والكلام ده كله برضو جهاز المناعه بيعتمد على جهاز. كل العلاج اللي احنا بناخده في كورونا بيسموه علاج مضاعفات. بمعنى انا سخن باخد حاجه خفض للحراره، انا عندي كحه باخد حاجه طارد للبلغم او موسع شعب، لكن ما باخدش علاج اسمه بيقضي. انا اللي بيقضي الوحيد على كورونا جهاز المناعه. فانا حافظ على جهاز المناعه بتاعي. دي المعلومه للعالم كله والناس كلها لازم تعرفها، ازاي احافظ على جهاز المناعه بتاعي بتغذيه كويس واحافظ ان ازاي ما يجينيش برد، ان انا ما اطلعش من مكان مغلق دافئ لتيار هواء. تيار هواء ده هيعرضني لنزله برد مباشر بيخلي جسمي عرضه ان يجيني كورونا بعد كده. لازم نخلي فيه تهويه في المنزل. تهويه حتى في البيت. في دلوقتي ايه فكره في ناس معزوله منزليا، فكره ان انا اعزل شخص في البيت، فكره لما اجي اعزل واحد في البيت لازم تكون الغرفه بتاعته جيده التهويه، ما تكونش غرفه مغلقه عليه، لازم تكون غرفه جيده التهويه. الرياضه مهمه جدا، الحركه مهمه جدا، انك تملى صدرك بالهواء وتملى صدرك بالهواء كويس جدا ده بيخليك الرئه في صحه جيده. حتى عند النوم يا دكتور؟ حتى يعني عند النوم برضه يعني لازم اخلي فيه منفذ للتهويه لاطفالي لاولادي هو فكره انه يكون فيه تهويه في غرفه. لا انا بتكلم بالنسبه للاشخاص اللي بيتم عزلهم منزليا لان احنا عندنا يعني العدد مش عاوزين نوصل للمرحله دي. ما احنا مش هنوصل ولا بتكلم فيها. انا بتكلم يعني كلامي لما تيجي تساليني وتقول لي انت راجل كاستشاري او خبير جراحه انت ليه بتتكلم في موضوع الكورونا. كورونا تعبئة عامة للشعب المصري بالكامل، اسمها التعبئة العامة لأطباء لصيادلة لسنان لكله حتى الشعب العام. تعبئة لازم يكون كله عنده معلومة. كورونا كورونا الحل الوحيد جهاز المناعة بتاعك، مالكش حل غير جهاز المناعة. هتحافظ عليه هتعدي من كورونا، ما تحافظش على جهاز المناعة كورونا هتأثر فيك. وبعدين يتعامل معها مبدئيا من بدري، أتعامل مع نزلة البرد من بدري، ما سيبش نزلة البرد لما تدمرني وبعدين أروح أتحجز في المستشفى. هنا أطباء الصدر بصراحة يعني إحنا لينا زميل انا اذكره بكل خير واتمنى ربنا يشفيه، الدكتور محمد السيد عبد الغني. الراجل ده اصيب بسبب عناءه مع الناس، بيتعامل مع كورونا بطريقه يعني كان الله في عونه، راجل عنايه مركزه، اصيب فعلا تعبان. وده انا بدعي له بمناسبه راس السنه ان ربنا يشفيه ويفك عنه، لانه في امس الحاجه الا ان احنا كلنا ندعي له في مناسبه راس السنه دي. ربنا يشفيه يا فندم. واستاذن حضرتك ناخد ام محمد معانا. الو الو اهلا بيك يا ام محمد، اتفضل. معايا الدكتور علاء؟ اهلا يا فندم. دكتور علاء مع حضرتك، اتفضلي. ماشي يا دكتور. والده كايسر عنده ترهلات كتيره في البطن. هنتكلم حاضر عن الترهلات وشد الترهلات وشفط الدهون من عينيا. يا ام محمد عندك اي سؤال تاني؟ ايه؟ عندك اي سؤال تاني؟ بقول لي انا والده كايسر وعندي ترهلات كتيره في منطقه البطن. وزنك كام يا ام محمد؟ وزنك كام؟ بقولك عن والده قيصري ليا 3 سنين. والده قيصري وعندك ترهلات في اسفل البطن. ايوه منطقه البطن كده مرهده جامده قوي. حاضر حاضر هكلمك عنها. حاضر.
شكرا لاتصالك يا ام محمد. ودكتور علاء هيجاوب على حضرتك. قبل ما نتطرق لموضوع شفط الدهون يا دكتور، ايه الاعراض الجديده؟ طبعا احنا عارفين الفيروس عمال بيتحول كل شويه باعراض جديده، ايه هي الاعراض الجديده اللي ننبه بيها الساده المشاهدين؟ مش اعراض، هو الفيروس، هو تحور الفيروس، هو احنا طبيعي كان في الشتاء، طبيعي كان دايما يجي فيروس في الشتاء، الفيروس اللي هو خاص بالانفلونزا في الشتاء دايما متحور جديد، والفيروس ده تحور، دي مش اول مره يتحور، دي يمكن خامس مره، رابع مره اللي هو كان كورونا 19 كوفيد 19 21 ده تحور، في تحور ولكنه بسيط، بس هي الفكره تحور الفيروس، الفيروسات ديت ملهاش مضاد فيروسات، يعني حتى اللي موجود في السوق مضادات الفيروسات اللي موجوده في السوق تتعامل مع نوعيه معينه فقط لغير، لكن الفيروس كدي ان ايه متطور على طول، جهاز المناعه اللي بيسيطر عليه. ففكرتي انا في حكايه ان انا اتعامل معاه ان انا امنع حدوثه، ان انا ما اتعرضش، امنع حدوث نزلات البرد من البدايه، احافظ ان انا ما يجيليش نزله برد، احافظ على المناعه بتاعتي، يكون عندي تهويه كويسه، تهويه جيده جدا في البيت، ما سيبش الطفل يطلع وهو عرقان، ما خليهوش يقلع هدومه وهو عرقان هيجيله نزله برد، احافظ عليه جامد في الحاجات ديت عشان ما يجيليش نزله برد. ولبس الكمامه والكحول برضو ديت من الحاجات اللي هي الأساسية. التزامات وزاره الصحه او تعليمات وزاره الصحه لا يختلف عليها احد، دي حاجه معروفه التزامات. انا بتكلم في اطار عام اللي هو انت عارفه بالطرق الغير تقليديه، يعني نمط جديد ازاي نعرف نتعامل مع كورونا، لكن وزاره الصحه واخده اجراءات حتى في الفاكسين اللي نازل، بس كله ده بيخضع لجهاز المناعه بتاعي، انا مسيطر على جهاز المناعه ده وكويس، ولا جهاز المناعه عندي انضرب فالفيروس شغال براحته، هو جهاز المناعه بالظبط بيشكل الحراسه اللي انا جبتها وحطيتها على البيت. تمام. لو انا سبت الحراسه ديت مع نفسها هتتدمر، والاقي الحرامي داخل لي جوه البيت. دخل الرئه، كورونا تدخل الرئه على طول. لو انا بحصن الحارس بتاعي بره ومأمنه كويس ومديله الدعم الكافي ليه، المعركة اللي شغالة بره مش هتدخل لي هنا، مش هتدخل لي جوه البيت، هي دي الفكرة كلها. بشكرك على بصمتك الجيدة في كورونا تحديدا، ومن رأيي أنا مش كورونا بس، كل الأمراض اللي بتصيبنا بيبقى أساسها عامل نفسي، فإحنا نحافظ على نفسيتنا جيدا رغم كل الظروف اللي إحنا تعرضنا ليها. إحنا خلاص بنقفل سنة وبنستقبل سنة جديدة. إحنا معانا الحاج رجب من الأقصر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، اتفضل. وبحيي فريق الإعداد المحترم وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين يا رب. وحضرتك طيب يا فندم وكل أهلينا في الأقصر بخير، اتفضل يا فندم. الله يبارك فيكم يا رب ويجعل 2021 سنة مبروكة وبخيتة علينا وعلى مصر وعلى جميع العالم بإذن الله يا رب. إن شاء الله يا فندم. سؤال حضرتك دكتور علاء إدريس مع حضرتك. يا مرحب بالدكتور. عايز أسأله سؤالين بالنسبة لكورونا، هل ليها دعوة بالعصب السابع اللي هو بيمسك العينين وبيمسك البق لمؤاخذة؟ لا، العصب السابع ده موضوع تاني خالص ملوش علاقة بكورونا. لان هو في الشتاء بيكتر اكتر يا دكتور، عندنا في الصعيد بيكتر كتير جوه بالنسبة للشتاء بالذات. العصب السابع له سبب الرئيسي هو يصيب اكثر اللي هو الناس اللي بيسوقوا عربيات، بالذات الجزء اللي بيتعرض لتيار الهواء، دايما اكثر الناس اصابه بالعصب السابع اللي هم سائقي العربيات، سائقي السيارات، هم اللي بيتعرضوا اكتر، يعني اللي بيتعرض جزء بيتعرض للهواء كتير جدا، تيار هواء شديد، فده بيصيب العصب السابع، وبعد فتره معينه وبيرجع تاني، او بتبدا انك تتعامل او تروح تعرض نفسك على اخصائي مخ واعصاب، لانه ده حاجه مهمه جدا عشان ما يكونش المصدر من المخ نفسه. بشكرك يا حاج رجب. دلوقتي بقى احنا عايزين نشفط الدهون. طبعا حضرتك عارف ان عمليات التجميل محاطه بكتير من التفاصيل وكتير من الشائعات وكتير من المعلومات المغلوطه اللي احنا هنصححها مع حضرتك النهارده. في البدايه احنا عايزين نعرف ايه هو شفط الدهون ده، يعني هل مثلا بيبقى الشكل المثالي اللي انا ببقى عايزه اوصل ليه، ولا بيفرق معايا صحيا كمان يا دكتور، وايه الفرق بين بينه وبين ناحيه الجسم؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لشفط الدهون أو شد الترهلات ونحت الجسم، هو إحنا عندنا في السمنة تصنف ثلاث درجات، السمنة ثلاث درجات، في سمنة بسيطة وفي سمنة متوسطة وفي سمنة مفرطة. السمنة المفرطة والسمنة المتوسطة والسمنة البسيطة، السمنة البسيطة شفط الدهون هو بالظبط
هو نحت الجسم، شفط الدهون، وده متطور منه التقليدي ومنه الفيزر ومنه الليزر، يعني ده متطور، يعني في تطور جامد فيه دلوقتي. فكرة شفط الدهون، هو مين من الثلاثة دول؟ يعني أنا لو قدامي ثلاث سيدات أو ثلاثة رجالة أو ثلاثة مرضى عندي ليهم يا إما سمنة بسيطة خالص أو سمنة مفرطة أو سمنة متوسطة أو سمنة مفرطة. السمنة البسيطة ديت ممكن التغذية، ممكن التغذية سيادتك، ممكن التغذية تأثر، وشفط الدهون بيبقى شفط موضعي بالنسبة للسمنة البسيطة، شفط موضعي، فهو نحت، شفط في أماكن معينة محددة. في سمنة زيادة شوية، يعني لما نقول أنه عنده في الوزن بتاعه زيادة حوالي 30 كيلو، حوالي 20 كيلو، فدي سمنة بيسموها الميديم. في أوفر، حاجة عالية خالص، بتبقى الوزن الضعف، يعني لو وزنه مثلا المثال 70 يبقى 140، فدي سمنة مفرطة. احنا نتكلم دلوقتي مثلا عن السمنة البسيطة، ودي بيصلح فيها شفط الدهون، سواء كان شفط الدهون ده بالطريقة التقليدية أو بالليزر أو بالفيزر، وده بيبقى موضعي في أماكن محددة زي البطن، زي الجناب، زي الأماكن دي، ده شفط موضعي، وده بيتنحت فيه، اسمه عملية النحت، بتتم من خلال الشفط الموضعي ده، وده ما بيحتاجش إلا تدخل جراحي بعديه اللي هي الشد، لأن فكرة إن أنا أشفط الدهون فبيحصل لي ترهل في الجلد. الترهل ده بضطر أتدخل جراحيا، شغلتي كجراح الفينش، النهاية، أنا بنهي آخر مرحلة، يتشف الدهون، ينظم تغذية، أنا ليا أشد الجلد يبقى لوسترز، لأنه فكرة إن أنا أعمل شفط دهون وتلاقي الجلد عجز، يعني إيه عجز؟ شفت البرتقالة لما تبقى منقطة كده وفي برتقالة لوسترز بتلمع، لما أجي أعمل عملية تخسيس لحد أنت تبص عليه تقول له أنت عجزت، عجزت ليه؟ لأنه جلده كرمش. فأنا بشتغل بتدخل بعديها كجراح عملية الشد اللي ملهاش حل. طب قبل ما ندخل للشد ناخد أستاذ عبد الغني معانا، عشان معانا بقاله كتير، وحضرتك نكمل كلامنا في عملية الشد. أستاذ عبد الغني، أهلا بحضرتك. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير وسعادة. أسأل الدكتور علاء سؤال. اتفضل يا فندم، مع حضرتك دكتور علاء إدريس. يا دكتور. لو في عيان عنده فوق 60 ومفيش أي أمراض والوزن حوالي 90 كيلو وعامل كذا عملية في بطنه، وفي طبعا فتق جراحي بسبب العمليات المتكررة، يعني الجرح اتفتح أكتر من مرة لأسباب يعني ضرورية. طب هو طوله قد إيه يا حاج؟ طوله هو طوله 170، يعني 160، 167، 168. تمام تمام. فهو بيسأل هل، لأن هو شاف الأمرين في الشفاء من الجروح في العمليات السابقة، فهو بيسأل هل، وهو متضايق دلوقتي من الفتق لأنه بيخرج ويدخل، هو الفتحة كبيرة يعني طبعا الجلد سليم تمام، بس بيحس بالفتحة لما يكح ويعطس ويفضل دايما ماسك الفتق بإيده ولابس المشد ده. السؤال، هل ممكن إجراء عملية جراحية بالمنظار، منظار البطن، وتركيب شبكة من جوه بدون تدخل خالص من بره؟ لا لا، صعب جدا، صعب يعني جدا، صعب جدا انك تتدخل منظار بعد كم جراحه، لانه انت عارف سيادتك ان المنظار لو انا عامل لمريض عمليتين او عمليه وانا داخل بالمنظار ببقى انا داخل وانا في رعب، لانه ممكن يكون في التصاقات فادخل بالنسبه للمصران. دخلت المنظار بعد كم عمليه مش ما تنفعش خالص، او غير صالحه او غير مجديه بالنسبه لواحد هيعمل افتاء ملهاش لازمه، لانه ده لازم عمليه كشف الجرح كامل وتركيب شبكه في المكان اللي بيطلع فيه، يعني انا هكشف الجرح كامل واركب شبكه في المكان اللي مفتوح ده، فما ينفعش منظار في جرح اتعمل اكتر من مره، لا تصلح دي في المنظار. طيب انا عارفه احنا دلوقتي هنكمل موضوعنا في شد الترهلات، وانا اعلم جيدا ان حضرتك ليك جراحه خاصه في شهر في شد ترهلات الجسم، نحب نعرفها من حضرتك يا دكتور. انا هبسط حاجه لحضرتك كده، يعني تخيلي أنا ليا جراحة منشورة دوليا باسمي ولا تضاهيها أي جراحة، وأتحدى العالم فيها ولا تضاهيها أي جراحة، سواء كان استخدام الحقن أو استخدام الكيب الليزر الداخلي، ودي تشد ترهلات العضو التناسلي للمرأة أو للسيدة لمن حدث لها ترهل أو ارتخاء في العضلات من تحت. ما ده كله بيحصل بعد عمليات الولادة المتكررة سواء كان ولادة أو وصلت لمرحلة في السن
حصل ترهل او ارتخاء في العضله من تحت. فانا ليا جراحه في الموضوع ده، دي منشوره دوليا ما حدش عملها خالص، والحمد لله انا رقم واحد في العالم فيها، واتحدى اي حد ما حدش عملها ولا حتى تتدخل فيها. وهقول لك على حاجه بسيطه خالص، تخيلي انا عندي ده كم، انا لو عايز اقفل الكم ده شويه انا ممكن اقصه من هنا اشيل منه حاجه قفلته، وممكن احشي حاجه هنا ضيقته، وممكن اقفل الكم باستك، اجيب استك واجي اقفل الكم عليا كده. انا العمليه تتصنف في اللي بيحصل حاليا دلوقتي واللي موجود، ان في ناس بتحقن مواد فتضيق تقفل، دي بتفقد الاحساس تماما وبترجع بعد شهر او اتنين، او تستخدم الليزر كبروب الليزر للحرق، وديت بتكوي بتعمل حاجه اسمها كلويد، فبتفقد الاحساس تاني. الاحساس في المنطقه ديت مبني على عضله اسمها بالبو كافيرنس ماسل، العضله دي هي الاستيك اللي انا بشتغل عليه، اللي اول ما اتعرف اتعرف في ملجا في جامعه ملجا في اسبانيا من 100 سنه، واكتشفه دكتور اسمه جون رانسوم لويس، واول حاجه عملها شال جزء وقفل فسببت الم، فقالوا نشوف حاجة تانية. كان كل تفكيري من 20 سنة ازاي نقفل المنطقة دي من غير ما نغير في بيسموها الوضع الفسيولوجي ليها، لان كل خلية في المنطقة دي لها قيمة، وانا بقولك كل خلية، يعني كل خلية ضربة المشرط لها قيمة في ناحية، لان في غدد مسؤولة في المنطقة دي، انت هتدخل فين وايه العضلة اللي بتدور عليها عشان تقفلها، فمحدش عملها غيري. ديت من انجح وابرع العمليات على مستوى العالم، سيظل التاريخ، وانا بقول لك والله سيسجل التاريخ يوما ما انه في مصري فرعوني هو اللي عمل العمليه دي باسمه، ودي مسجله باسمي، ودي جراحه بسيطه غير مكلفه تاني، تعيد الاحساس اللي هو ايه، ازاي ترجعه نوستك تاني، يعني هي الفكره ازاي ترجعها تاني، ازاي تعيد الاحساس ده من جديد من غير مشاكل، من غير ما تفقدي جزء، من غير ما تحسي بألم، لأنه في البعض بيتعامل في المنطقة ديت كأن الست دي آلة، كأنها آلة ملهاش إحساس، هي الإحساس كله مبني على أنها ما تتألمش. الفكرة أنك تجري جراحة في المنطقة ديت تستمر معاها، ما تسبب لهاش ألم في العلاقة الحميمة، وياريت الناس يكون عندها ثقافة، لأنه فكرة الهارموني في العلاقة إذا فقدت فقد كل شيء في البيت. الناس مفكرة الموضوع احنا بنتكلم في هوس، دي حقيقة وواقع، انه فعلا اي اتنين علاقتهم الحميمة غير منضبطة هم في ضياع، هم افكارهم مشتتة، هم في خناقات، هم في مشاكل كتيرة. فكرة الضياع في المنطقة دي ازاي ارجعها، دي شغلتي وجراحة دي خاصة بي انا. اولا احنا بنشكرك، احنا للأسف وقتنا خلص، وبشكرك على المعلومات القيمة دي، ومن رأيي انا نروح لحد متخصص، لان في بيبقى في مضاعفات كتير كمان بعد العمليه، فلما اروح للمكان المتخصص والخبير اللي هيعمل لي العمليه دي الوضع هيبقى افضل بكتير. بشكرك دكتور علاء ادريس جراح المشاهير والخبير الدولي في التجميل، بشكرك على المعلومات القيمه دي النهارده يا دكتور، وعلى وعد بحلقات تانيه جديده ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا الحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقات جديده، وخليك معانا.